عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نملح شوية زيتون. مشيت للخضار نقضي، شوفوا ما شاء الله لقيت زيتون كبير كبير بالقدي، شفتوا ما شاء الله كبير. وليت خديت شوية، خديت كيلو وشوية، قلت خليني نملح. قلت توا بدي موسم جاني زيتون، وقلت توا كل مرة ناخذ كيلو كيلو وشوية نملح، وهكذا نتحصل على كمية باهية. شنو عملت؟ خديت الزيتون هذايا غسلته أكهو لهني، بما أنه هو خشين باش ناخذ السكينة باش نعمل فيه هكا ثلاثة ولا أربعة هكا بسكينة بطريقة هذية. علاش؟ على خاطر كما شفتوا خشين، وكان باش نخليه مش باش نحلو هكا الطيب، مش باش يدخلو، باش ياخذ لي برشا وقت وزيد يقعد لي يمر. دونك هكا بسكينة بالطريقة هذية المستحسن الزيتون اللي يبدا الخشين نحلوه بسكينة، وإلا نفشخوه، ناخذو كيس والا يد مهريس والا حاجه ونضربو ضربه هكيكه يتحل هكيكه. شنو معناها نفشخوها؟ ما انا باش نخير باش نعملو هكا بالسكينه. حاجه اخرى، كي نجيو نملحو الزيتون الكعبات نلقاوهم مضروبين والا هكا فاسدين نحيوهم كيما الكعبه هذيا، والا الكعبات هذوما انا قبيله انا كي غسلته هكا الكعبات هذوما الفاسدين نحيتهم. دونك ناكد عليكم كي تملحوا الزيتون حطوا كان يكون زيتون باهي مش زيتون فاسد. كهو انا الكميه هذه باش نعملها كل بنفس الطريقه هكا، باش نعمل فيها ثلاثه هكا تجريحات بالسكينه بالطريقه هذه. نكمل الكمية اللي عندي ونرجع لكم. ولهنا كيف ما قاعدين تشوفوا رجعت لكم بعد ما كملت شرحت الزيتون الكل، نفخته في الماء، خذيت ماء عادي ماء سبالة ونفخت فيه الزيتون. توا شنو باش نعمل؟ باش نخلي الزيتون هذايا منفخ وكل يوم نشللو، نحي الماء هذايا نطيشو ونشلل الزيتون، نغسلو ونعاود نبدلو الماء نتاعو، معناها نحطلو ماء نظيف. علاش؟ باش هكا الزيتون يسيب المرارة نتاعو تتسيب في الماء هذا، باش اخر مرحلة من التمليح كي نملحو الزيتون وبعد ما يطيب ما تجينيش فيه مطعم المرارة، يجينا بنين. اقل حاجة 3 ايام، حتى كان الزيتون نتاعكم صغير اقل حاجة 3 ايام. انا نصور الزيتون هذا كبير باش يستحق اكثر وقت. انتوكا انا كل يوم كما قلت لكم باش نبدلوا الماء ونتفقدوا، ان شاء الله اتوكي نرجع نملح معاكم ونقول لكم قداش من نهار وقداش من مره بدلت له الماء. وهذه هي الزيتون بعد ما نفخته في الماء مده 4 ايام، قعدت كل يوم نبدله في الماء هذيك، ان شاء الله نعاود نعبيه بالماء ونخليه يتنفخ، تنحات المراره نتاعو بالماء كما قلت لكم انا 4 ايام على خاطر خشين وكان مر برشا. اليوم تفقدته لقيت المراره نتاعو نقصت بالماء، دونك هاو توا وقيت باش نملحو. هذه عازت غسلته وسقطرته من الماء، باش ناخذ الصحفه هذه حطيت فيها ماء عادي ماء سباله وتوا باش نملح. انا هذه هي طريقتي في التمليح، كان زيتون كان فلفل كان خضره عملتها معاكم قبل وناكد لكم اللي هي طريقه ناجحه 100%. دايوغ تنزيد نحط لكم في صندوق الوصف عامله، عملت معاكم الفلفل وعملت معاكم الخضره الملح وكيف كيف عملت معاكم الزيتون القارس المرقد القارس الملح كيف كيف تنحط لكم في صندوق الوصف، راهي نفس الطريقه. بيان سور القارس طريقه اخرى، اما الزيتون والفلفل والخضره نفس الطريقه. ناخذ كميه نتاع ماء عادي ماء سباله ونجي لهنا باش نحط الملح. نحط كمية الملح، نحط 3 4 مغارف ملح، ملح خشين من المستحسن يكون ملح خشين. نذوب كمية الملح، كمية الملح اللي زدتها ذابت. شنو باش نعمل؟ ناخذ كعب عظام نية غسلتها بالقدا هاك كيما قاعدين نشوفو، نغسلو كعبة العظام بالباهي. كيف أستيوس العظمة هذي باش نعرفو اسكو كمية الملح باهية في الماء وإلا لا؟ ناخذ كعبة العظم ونحطها في الماء. شفتوا كعبة العظم؟ خنقرب لكم التصويرة.
شفتوا كعبة العظام كيفاش طلعت الفوق، معناها بما أنها كعبة العظام طلعت الفوق معناها كمية الملح باهية، هيك دوب ما هي طالعة فوق الماء معناها كمية الملح اللي حطيتها به انتوما، لكن حطيتو وكعبة العظام هبطت في الماء ملوطة معناها راهو يلزمكم تزيدوا ملح، دونك تقعدوا تزيدوا في الملح بشوية بشوية حتى لين كعبة العظام تطلع الفوق. انا هي استوس العظمه كما قلت لكم من ملح كان بها وراهي ناجحه 100%، دونك توا اكهو باش نحي كعبه العظم هذيك والملح نتاعي به، توا مقعد لي كان باش نحط الزيتون نتاعي في الدبابس. حاجه اخرى انا نملح بالقارص، علاش نملح بالقارص؟ على خاطر ما نحبش مطعم الخل نملح بالقارص. انتوما تنجموا يتعملوا يا خل يا قارص، انتوما وشنو تحبوا. بما ان الدبوزه اللي عندي ماهيش كبيره برشا، في كل دبوزه باش نحط كعبة قارص، ناخذ كعبة القارص نقسمها باش ما تاخذليش برشا سباس، نص باش نحطو من اللوطة ونص باش نحطو من الفوق، ولهنا نجي نحط الزيتون، ولهنا نحط نكمل معناها نص كعبة القارص. بطبيعة ايديا تكون مغسولة بالبهية باش ما يفسدش، غسلتها بالماء سخون على الاخر. هكا نزيد كعبة زيتون وهيزي هكا، خاطر يلزم الماء من بعد يكون غام الزيتون بالبهي. هكا هاو نكمل نعبي الدبيبز الاخرين بنفس الطريقة. كملت عبيت الزيتون في الدبيبز ونجي لك الماء هذيك اللي حضرته معاكم بالملح، بسم الله نصب. هني كيما قاعدين نشوفوا كملت عبيت الماء، فما ملاحظة مهمة، يلزم يكون الزيتون مغموم بالقدية بالماء، معناه مش يكون الزيتون طالع على الماء. توا شنو باش نعمل؟ باش نجي لهنا نصب شوية زيت. علاش نصب الزيت؟ الزيت باش يعمل لنا طبقة عازلة ما بين الماء والهواء، باش هكيكا ما يفسدش وما يعملناش هكا شامبينيون هذيك، هكا الزيتون يطلع الزيت سامحوني يطلع الفوق ويعمل طبقة عازلة ما بين الهواء والماء. الزيت كمادة مصبرة. حاجة أخرى، تنجموا تفوحوا الزيتون متاعكم بحاجة، تحبوا بالرند بالثوم بالبسباس، تحطوا كعبات بسباس معناها، تحطوا كعبات تيبل، هذا يرجع لكم انتوما. أنا كما شفتوا تنجموا تحطوا فيه الفلفل، مثال كل دبوز هكا تحطوا فيها قرن فلفل يسيب لكم، هذا يفوح لكم الزيتون متاعكم ويزيدوا مطعم. أنا كما شفتوا ما حطيت حتى شيء، الزيتون هذايا حبيت نملحه هكيكا بلاش حتى شيء. حاجه اخرى ما قلت لها لكمش، من المستحسن انه نملحوا في دبابز بالار، راهو تكون صحي اكثر من البلاستيك. كيف كيف يلزم الدبابز يتسكروا بالقدا بالقدا. هكا هاو كيما قلت لكم يلزم الدبوزه تتسكر بالبهي، ونتاكدوا اللي الدبابز مسكرين بالبهي. هكا هاو تاو باش نخليهم يتحطوهم في البلاكار والا هكا على بلون دو طرافاي. انا تعجبني الحق على بلون دو طرافاي تبدا الكوجينه هكا مزينه بهم، تعجبني برشا. هكا هاو تاو باش نخليهم يتملحوا، ان شاء الله تاو كي تيبو نوريهم لكم ونوريكم النتيجه نتاعهم. وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتو ما قعد لي كي نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.